تمام. فاحنا تو نشبحوا قلنا في النير فليكس. كيف النير فليكس هذا؟ هنجيو نجيبوا الرجل هذه زي ما درناها وهم دكاتره بعد ما نجيبها نجي نضرب بالطريقه هذه هيك. لو لقيتها زايد الرفلكس زايد باهي والمصل باور نورمال ما تقولش عليها هايبر فليكسي. الرفلكسز كونسيدرد باثولوجيكال اف هايبر اور هايبو اف ذير از ويكنس اف ذير از ويكنس. وهذه مهمه تمام. لكن في حاجه نقولها لكم تو التيرويد ديس اوردر تدير في هايبر فليكسيا اور ديلي في ريلاكسيشن فيز هايبوثايرويدزم هايبر فليكسيا ومعها بروكسيمال مايوباتي تمام بروكسيمال مايوباتي. فبالتالي في عاده والابنورمال فليكس يكون في ابنورمال مسل باور. لكن لما نلقى ريفلكسز از كونسيدرد ذا نورمال ابييرنس واضحه والمسل باور از جود ما نقولش هايبر ولا هايبر. من الاخير في الامتحان يا هتكون ابر موتور نيورون ليشن يا لور موتور نيورون ليشن. لو لقيت ويكنس هتلقاهم في الحالات كلها فيه ويكنس. ويكنس مع وجود ريفلكس فهي هايبر ريفلكسي. ويكنس مع ابسنت ريفلكس فهي هايبر ريفلكسي. مع ابسنت ريفلكس بعد ما تدير رينفورسمنت خلاص ذس از ا ديب ريفلكس. تعال نقول الريد فاليو اس 1 2 ال 3 4 ال 3 4 يعني الريد فاليو بتاع النيم. هذا بالنسبه للريفلكس الديب. السوبرفيشال كيف نديره؟ عندنا بلانتر ريفلكس بس ماشي لابانسكي اسمه بلانتر ريفلكس وعندنا كليماستيريك ريفلكس. شنو البلانتر ريفلكس؟ هتجيب بلانت اوبجكت تانك ديبريسر تمام؟ تانك ديبريسر بلانت اوبجكت ونديك تجيب دير سكراتشنج. وين السكراتشنج هذا؟ في الميديال اسبكت في اللترال اسبكت اسف كانت تمام باهي من هنا انا قمت هيك بس على خاطر تشوفوها من اللترال نمشي بالطريقه هذه ونمشي شني؟ ميديال تمام بالطريقه هذه نمشي ميديال. نورمالي لما الفلكس هذا دكاتره نورمالي اول ما نجي ندير هيك بالطريقه هذه اول ما نجيب كونتراكشن مش دورسي فيكشن للانكل لا لا هيك كونتراكشن للفينجرز طك هذه اسمها شنو؟ بلانتر ريفلكس. فليكشن نورمالي يعني الصبع ينزل لوطه هذا الطبيعي طبيعي جدا تمام. لما ينزل لوطه الصبع فليكشن ذيس از نورمال بلانتر ريفلكس. شنو هم الابنورماليتي؟ زوز يا اما يقعد الصبع زي ما هم ما يتحركوش يقعد تدير في سكراتش يقعد زي ما هم زي ما هم وهذه ان البيشنت ما حسش السكراتشنج بتاعك فسنسوري لوس ففي بريفرال نيوروبتي اور ايفن لوكال ليجن كالوسيتي تكرينج في السكن. فالانسان مفاعل لما الصوابع تدير هيك ويقعد الصوابع ما ينزلوش يقعد زي ما هم الصوابع يقولوا لها ايكوي فوكال ريسبونس ايكوي فوكال ريسبونس يعني ما دارتش ني بلانت ريفليكشن. ما تقولهاش نيجاتيف بلانت ريفليكشن قول لها ايكوي فوكال ريسبونس ايكوي فوكال ريسبونس. هذا نقطه الفايندنج معناها نورمال ريفليكشن اب نورمال ايكوي فوكال يقعد زي ما هو. بين الابنورماليتي الثانيه والمهمه اكثر شنو هي؟ لما تجي تدير بلانت ريفليكشن بالطريقه هذه هيصير البيك تو بدل ما ينزل لوطه يرجع لتاني هل بك اسمها شنو؟ اكستنسور بلانتر ريسبونس. اكستنسور ما ترجع لتاني بلانتر ريسبونس ان ريسبونس تو بلانتر سكراتشي الفينجر بالتو اسف شو دارو؟ اكستنشن دارو اكستنشن فاسمها اكستنسور بلانتر ريسبونس اور ريفيرس بلانتر ريفلكس. ريفيرس يعني عكسي. يسمي فيها عالم فرنسي اسمه بابانسكي سموه على اسمه فبابانسكي ساين يقولوا لها This is an Babansky sign. It's a sign of upper motor neuron lesion. على فكرة Babansky sign sign of upper motor neuron lesion نبقى نشوفها مع بعض توا باهي في الفيديو الجاي. هذا رجل زي نشوفه هندي سكراتشنج من down laterally up up to medial تمام down laterally up up medial هيك تمام. شوف الدكتور توا اللي بيجي بيديرها ها بيجي down اب 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 يخشني ميديلي. شن صار؟ فاني اند دورسي فليكشن فاني للتوز اند دورسي فليكشن للبيك تو تمام. تعالوا نشوفوها ثاني معلش كيف؟ احنا نعطوها شوفوا معي لما تجي بدير هنا سكراتشنج على البلانتر ريفلكس البلانتر سيرفيس هنشوفوا حاجه شنو اسمها؟ المفروض نورمالي بلانتر ريفلكشن لكن هذا شوفوا كيف داير توا شنو يدير وركزوا معي بلانتر سكراتشنج اب ميديالي فجاه يدير دورسي فليكشن اند فانينج للاذر توز كويس دكاتره البابانسكي ساين هي ذيس از انا بابانسكي ساين وين تصير؟ تصير في الابر موتور نيورولوجي دورسي فليكشن للبيك تو دورسي فليكشن للبيك تو هذه هي بابانسكي ساين بوزيتيف. لو مصاحبه معاها فانينج للاذر توز فانينج يعني توسع الاذر توز يتباعدوا على بعض
هذه بابنسكي ساين but it's more severe. It's occur in upper motor neuron lesion. Differential diagnosis, upper motor neuron lesion. Infancy, infant, أقل من 1 year. Coma, anesthesia, deep sleep. Coma, anesthesia, deep sleep. كل ما هذا ممكن يصير فيهم بابنسكي ساين. ولكن الوحيدة اللي معاها هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا في الديب ريفلكس ويكنس من هي مهمة جدا الباثولوجيكالي ابر موتور نيرون ليجن. فبالتالي لما يجيك واحد اضلت نوت كوماتوز نوت اندر انستيزيا نوت ان ديب سليب وعنده بابنسكي ساين كونفيرماتوري ذيس ساين كونفيرماتوري فور ابر موتور نيرون ليجن. لما نلقى الساين هذه دكاتره ونلقى ساين اوف ابر موتور نيرون ليجن هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا بابنسكي ساين ود ويكنس لازم ندور على حاجه اسمها كلوبس. الكلوبس يا دكاتره في تو تايب في تو كلوبس نديرهم هنا في انكل كلونس وفي باتيلاري كلونس. الانكل كلونس كالاتي تندار هندير سلايتلي 20 ديجري فليكشن الني ود الانكل هنا بركزوا على الانكل. شو بنجي ندير؟ ندير ريبيتد بالطريقه هذه ريبيتيشن سدنلي سدنلي ندير سدن دورسي فليكشن سدن دورسي فليكشن لمنو؟ للانكل. نورمالي ما صار شيء تو ونقعد شات دورسي فليكشن. ترى نشوف الجهه هذه كيف نديروها الرجل هي فجاه ندير الصدم دورس فليكشن نقعد شال. لو صار ريبيتد بلانتر فليكشن بالطريقه هذه يقولوا عليها بوزيتيف انكل كلونس بوزيتيف انكل كلونس. نبي نوريكم فيديو توا فيه بوزيتيف انكل كلونس تمام. في حاجه بس مهمه قبل الفيديو معلش سامحوني. في حاجه دكاتره بنشوفوها هذا الانكل كلونس باهي انا نوريكم باتيلاري كلونس كيف وانكل كلونس كيف. بس باتيلاري كلونس كيف يندار؟ هجي على الباتيلا هنا الابر باتيلا ابر بوردر وتجي تدير صدلي ديسند داونورد وتشدها تقعد شاده فصدلي دير ديسند وتشدها فالباتيلا ديرها اكسبوجر عاودها صدل ديسند الباتيلا هيك بطريقه تقعد شاده. هذه يسموا فاشني. لو كانت الباتيلا هذا نورمال ريفلكسك لو الباتيلا بدت داونورد ابور موفمنت ريبيتد 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 هذه يسموا فاشني بوزيتيف باتيلاري كلونس. يعني انت تدفها لقطه وتقعد شادها فبتركب وتنزل تمام. لو كان واحد عنده ابر موتور نيرون ليجن ساين زي الهايبر ريفلكس او هايبرتونيا نمشي شو ندير لدكاتره نشوف له باتيلاري كلونس وانكل كلونس. لو بوزيتيف انديكاتيفيتي معناتها تعالوا جا ابر موتور نيرون ليجن لو البابنسكي ساين كان دورسي فليكشن البيك تو اللهم بارك. لكن دورسي فليكشن البيك تو زايد فانل الادر تو مور سيفير ابر موتور انكل كلونس باتيلاري كلونس دورسي فليكشن بيك تو فاينينج اسف يعني دورسي فليكشن بيك تو كان بوزيتيف انكل كلونس باتيلاري كلونس بوزيتيف وعنده هايبر فليكس هايبرتونيا انديكيت سيفيرتي. يعني من اخرك لو واحد عنده ابر موتور نيرون ليجن وعنده كلونس وعنده بابنسكي ساين ومعاه فاينينج هذا انديكيت سيفير ابر موتور نيرون ليجن مش ابر موتور نيرون ليجن بس. على فكره بابنسكي ساين اف بوزيتيف اف بريزنت ان ذيس بيشنت مع الهايبر فليكس هايبرتونيا كونفيرماتوري. If negative, it's not exclude upper motor neural lesion. Also, clonus, if negative, it's not exclude. If present, indicate severity. تعالوا شو رايكم نشوفوا مع بعض الفيديو هذا لواحد عنده clonus. هذا clonus لما نجي نشوفه أنكل clonus. شفتوا الدكتور شاد الرجل خير عنده repeated plantar flexion. Repeated plantar flexion. وهو شاد الناير دورس فليكشن عنده repeated plantar flexion. هذه أنكل clonus. It could be positive in بريكلامسيا حتى البريكلامسيا تكون بوزيتيف سيفير هايبرتنشن انكزايتي دراج ابيوزرز. لكن هنا في الابر موتور نيرون ليش لما اسوشيتد ويز هايبرتونيا اند هايبر ريفلكسي في الهايبر ريفلكسي هذه مهمه باهي في باتيلاري كلونس. باتيلاري كلونس اخر فيديو عن مين هنا هنشوفوه مع بعض. باتيلاري كلونس هنا نشوف الباتيلا كيف تندار. طبعا هنا بتجيب باتيلا نفس الفكره اللي قلناها تمام. هي مش واضحه توضح توضح شنو يصير ريبيتد ابورد موفمنت ريبيتد ابورد موفمنت تو تعاود مازال قدام في الفيديو اللي قدام تتعاود هات الباتيلا تفاها دكتوره تو الدكتوره هيجي يديرها افضل باهي الدكتور تو هيجي يديرها افضل. شوف كيف واضحه هنا هو هذه الريفلكس تاعو بطريقة مختلفة هايبر ريفلكسيا
لان في ويكنس مع ويستنج ان ذيس بيشنت هيستوري طبعا ما نديروش الفلكس بالطريقه هذه تمام ما نديروش هذا لكن شوفوا ترى شنو يشوف الكلونز كيف تندار باهي شوف 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 هذا بوزيتيف باتيلاري كلونز بوزيتيف باتيلاري كلونز باهي البوزيتيف باتيلاري كلونز وعندنا بوزيتيف انكل كلونز مش واضح الانكل كلونز لكن الباتيلا واضح اتس انديكيت هنا واضح اتس انديكيت سيفير ابر موتور نيرون ليجن ذيس از ا بوزيتيف انكل كلونز تمام معناها الكلونز ما ندورش عليهم الا لما لقينا ساين اوف ابر موتور نيرون ليجن كان هذا ما تشوفوهمش بكره ذيس از ا ريفلكس كملناها تون باور ريفلكس لاستلي از كوردينيشن نشوف الكوردينيشن في اللور لم تمام في تو تيست نديرو تيست هو راك اسمه هيل تو شن تيست هيل تو شن تيست تمام هذا في كوردينيشن تمام معلش سي ها سامحني باهي تمام مشي رجلك هيك من فوق للوطا وبعدين قيمها مشيها ثاني من غير ما تشبح تمام شوفوا هيل شن تيست هذا نورمال تمام ترى رجلك الثانيه ممتاز ستريت لاين اتس جود كويس هذا بالنسبه للهيل تو شن تيست ذن بعد ما درت هيك تقول الدكتور اي وود لايك تو اسسمنت ذا جيت اوف بيشنت بنوقف البيشنت ونشوف الجيت بتاعه تمام هنا في اللقطه هي هذا الهيل تو شن تيست هو بارت من الكوردينيشن من السيربلم لازم يندار في الموتور سيستم اكزامينيشن بعدها بنوقف البيشنت ونشوف الجيت بتاعه سي ها ليش توقف معي وفاول بساطه يعني ما تخافش كويس اول ما يجي يوقف البيشنت يوقف نيلا سبورت ما نخليش براحه بمعنى او ما يوقف نيلا سبورت ونشوف الجيت بتاعه نشوف الجيت بتاعه ستاندين في الاول هو واقف ما تخلوش براحه هو واقف لو كان وايد بيز جيت يعني رجليه واسعات على بعضهم هذه يسموا فيها وايد بيز ستاندينج تمام وهو ماشي يقول لها اتاكس الجيت يبدا يتعدى تمام ممكن يطيح ديما في السيربلم يطيح جهه الليجن لو كان عنده رايت ليفت سيربلم ليجن يطيح جهه الليفت لو رايت سيربلم ليجن يطيح جهه الرايت توا هنقول له ترى يمشي يمشي عادي اسسمنت اوف جيت يمشي عادي ودي له سبورت معاه ترى ولي معلش سامحني ولي ولي ودي له سبورت خلاص بس شبحت الجيت كانت كويسه في تيست اسمها ريم برينك تيست تو اسس ذا ريم برينك ساين هذا في السنسوري اتاكسي هذا ما يندرج مع الموتور سيستم اكزامينيشن لكن نحب نقول لكم تو لو سالك عليه الدكتور هاو تو اكزامين بيشنت وذ سنسوري اتاكسي اللي شرحناها قبل في تسمى ريمبرينك تست كيف يندر شوفوا كيف ما تلفت معلش لفت سكر رجليك استعداد استعداد هيك ممتاز قيم ايديك بعد عن بعض ما يكونش سبورت بكل ما تشدش في حاجه سكر عيونك ونقعدوا 15 سكند 15 ثانية لو كان البيشنت في خلال 15 ثانية إلى نص ثانية نص دقيقة قصدي 30 ثانية لو بدي انستدنس بيطيح بشدة وهذه يقولوا عليها شني ريم برينك ساين بوزيتيف اتس انديكيت سنسري اتاكسي تفضل استيار يا زين بعد استريح بعد كده تو الموتور سيستم فور الاول ننتبه هنا لحد هنا تمام في حاجه بنقولها لكم انا دكاتره فور لوكاليزيشن مش ندير لوكاليزيشن لو كان بيشنت عندنا احنا طبعا عارفين الابر لمب يتغذى بالبريكل بلكسس من سي 5 ل تي 1 لو كان واحد عندنا لور لمب انك شفت على لور لمب بس قال لي الدكتور تو وير ذا سايت اوف ليجن ديما اجابتنا نقولوا اي كان ديترماين ذا سايت اوف ليجن علاش بيكوز اي وود لايك تو فينيش ماي اكزامينيشن تو دو ابر لمب اكزامينيشن وهو في امتحان قال لك دير لور لمب بس ففرض في امتحان قال لك لور لمب بس وهذا عنده lower limb bilaterally paralysis و upper motor neural lesion spasticity يسمو فيها spastic paraplegia يقولك where is the site of lesion قول له I would like to examine لازم تقول له I would like to examine upper limb I cannot recognize the site of lesion till examine upper limb لو قال لك upper limb normal هو قال لك تبرع قال لك الإجابة قال لك normal قول له معناها lesion تحت break and plexus انتو عارفين كلكم break and plexus من وين لوين من سي 5 تي 1 معناها lesion تحت البريكل بيكسس يعني تحت التي 1 اتس بيلو تي 1 تمام بيلو تي 1 دكاتره يعني سباينال كورد ماشي 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 بيوصل للمبر فيرتبري ال1 وبيتم بعدين في حاجه اسمها كودا اكواينا تمام لو ضربت تحت اللمبر فيرتبري ال1 تحت ال1 انت هيك تضرب دير لور موتور نيرون ليجن تحت ال1 تحت التي 1
وفوق ال1 يعني انا وهذا تي1 ال1 وهذا تي1 تمام ضربت ما بيناتهم هما هتضرب هنا هتدير ابر موتور نيرون ليجن في الرجل ابر موتور نيرون ليجن في الرجل لكن لو ضربت تحت ال1 نقطه بكل قاضي كوينا هتضرب رجلين بس طبعا وهتدير لور موتور نيرون ليجن في الرجلين معناها لو رجلين بس مصابات فبالله عليكم رجلين بس مصابة يعني الليجن اكيد تحت التي1 في احتمالين تحت التي1 وفوق ال1 ولا تحت حتى ال1 كانت تحت التي1 وفوق ال1 انديكيت ابر موتور هتدير ابر موتور نيرون ليجن في الرجل بس لو تحت ال1 انديكيت ان هو شني لور موتور نيرون ليجن بس لكن لو كان الابر ليج انفولف فالليجن كود بي ان بريكر بلكسس كود بي ان ابر تو ذا بريكر بلكسس فوق البريكر بلكسس يعني فوق السي 5 معناها لو كان الابر ليج قالك انفولف قول الليجن فوق السي 5 او في البريكر بلكسس ما بين السي 5 والتي 1 فوق السي 5 عندنا سي 4 سي 3 سي 2 سي 1 بعدين يضل بلونجاتي فتو بنجيو نديرو السباينال كورد لو ضربناه اكيد اكيد الكرين النيرف نورم باي هيستوري اند اكزامينيشن لكن معناها لما بنضرب انا دكاتره فوق السي 5 ضربت فوق السي 5 انا اثر الابر ليمب واللور ليمب بس خلاص تمام معناها هنا لما بنضرب الشيء هذه هيبليشيا سباينال كورد ليجن ديما ابسي لاتر الليجن ابسي لاتر يعني عندي ايد ورجل هذا باراليسيس فالليجن رايت لانه رايت سايد تمام فيقول لك ابسي لاتر فوق السي 5 هذه هيبليشيا ابسي لاتر هنا هيمي كات في سباينال كورد وعندها اسمها ديسوشيشن سنسر لوس زي ما قلنا قبل فبالتالي لو فوق السي 5 فوق السباينال كورد في البرين ستيم في الكرين النيرف انفولف في الهيمسفير فوق هذا الهيمسفير تمام فاولسو ذا كرين النيرف از انفولف في الهيمسفير ممكن الليجن في الكورتكس ممكن الليجن سب كورتيكال ممكن في الكابسولا تمام وممكن وين في البرين ستيم فوق فكورتكس وسب كورتيكال وكابسولا وبرين ستيم ليجن كلهم ممكن يديروا هيمبليجن لكن اختلافهم في شنو ان برين ستيم ليجن ممكن يضرب اي كرانيال نيرف انفولف وديما امسي لاترال كرانيال نيرف هنا وكونترا لاترال كورتيكو سباينال امسي لاترال كرانيال نيرف كونترا لاترال كورتيكو سباينال كنا عندنا شرحينا قبل كورتكس سب كورتيكال وكابسولا باش تفرق بيناتهم هيكون عندهم كورتيكال سنسيشن لوس فقط في الكورتكس كابسولا يكون كل السنسيشن لوس تمام ويكون سب كابسولا يكون شبيه الكورتيكال معناتها كورتيكال سب كورتيكال كابسولا الكورتيكال يكون كورتيكال سنسيشن لوس شنو هما الكورتيكال سنسيشن جرافتيسيس ستيريوجنوزيس تو بوينت ديسكريميشن دكاتره الكلام هذا قلناه من قبل في الشرح لكن توا كلينيكال ابلاي هيسالك الدكتور سمبل كويشن سؤال سهل درت لور ليمب موتور سيستم اكزامينيشن وير از ذا سايت اوف ليجن ولا اي دونت نو اي وود لايك تو اكزامين ابر ليمب قال لك الابر ليمب كومبليتلي نورمال قول الليجن بيلو بريكر بلكسز هيقول لك شو معناها ولا يعني تحت التي 1 لان البريك بلكسز سي 5 وتي 1 ما دام الابر ليمب سليمان معناتها تحت التي 1 تمام قال لك الابر ليمب انفولف قول له معناها مرات في البريك بلكسز او فوقها يقول لك ما كيف تفرق قول له لو كان في البريك بلكسز نفس الضربه هتدير في الابر ليمب ات سيم ليفل لور موتور نيرون ليجن لكن في اللور ليمب هتدير ابر موتور نيرون ليجن باي فوق البريك بلكسز الضربه هتدير في الابر واللور ليمب في الايد والرجل ابر موتور نيرون ليجن لانك ضربت فوقها باي فوق البريك بلكسز شنو فيه في سباينال كورد ليجن ممكن برين ستيم ليجن او هيمسفيريكال ليجن سباينال كورد ليجن يتميز بكرين النيرف انفولفد ابسي لاترال نفس الجهه فلو ضربت برين ستيم الجهه هذه هسيب كرين النيرف انفولفد الجهه هذه ونضرب في كورتيكو سباينال تراك مشيات الايد ورجل هما فندير كونترا لاترال هيمبليشيا كونترا لاترال ليجن وابسي لاترال ليجن في كرين النيرف انفولفد يسموا فيها كروس هيمبليشيا وما لفوق هيمسفيريكال ليجن في كورتيكال سب كورتيكال وكابسولا لو كورتيكال يكون اسوشيات تتميز بكورتيكال سنسيشن لوس وعادة في الكورتيك يتبدا يتضرب الكورتيكس هذا اليمين على اساس يتضرب ميديال يا لاترال كان ضربت ميديال هنا اللور ليمب يتاثر وكان ضربت لاترال الابر ليمب هو الاول يتاثر فلو في نكروز صار هنا هيصير نكروز هيضرب الابر ليمب في الاول بعدين الايديم هتضغط على الميديال تمام الايديم هتضغط على الميديال بالطريقه هذه هيتاثر حتى الرجل فمهم جدا تعرف الايدي بليجا باديه في الرجل ولا في الايد زي ما شرحنا قبل هذا اللوكاليزيشن بس على السريع ما بعد ما يقول لك الدكتور يقول لك باي واتس ديفرنشال دايجنوستس اوف ابر موتور نيرون ليجن تروما تيومر انفكشن از برين ابسس انفلاميشن از مالتيبل سكليروسس اميون ميديتد مالتيبل سكليروسس دي ماينيتنج ديزيز اور ايفن فاسكولار اوريجن فاسكولار ديزيز زي فاسكولار اوكلوجن سكيميك ستروك اور ايفن هيموراجيك ستروك كان ليد تو ذا ابر موتور نيرون ليجن
فبالتالي ستروك هذا فاسكولار تروما فور تيومر انفكشن اند انفلاميشن از ديمالينيتنج ديزيز. المهمات الزوز اللي نشوف فيهم في امتحانات زوز مالتيبل سكلوزس غير ابر موتو نيورولوجي سي في اي سيريبرو فاسكولار اكسيدنت اللي هي ستروك تمام. لور موتو نيورولوجي يعني الليجن نفسها بتقول تروما وتيومر وانفكشن بس ما تقولش سي في اي ولا تقول ام اس تمام. انفكشن في سبانال كور ممكن يقول لك الدكتور سؤال الاخير وات از ذا ميكسد ليجن. شو معنى ميكسد؟ يعني واحد عنده ابر ولور. احنا قلنا ابر موتو نيورولوجي ولور موتو نيورولوجي ديفرنشال دايجنوستس اي ميكسد ليجن. شو الديفرنشال دايجنوستس بتاعنا؟ ديفرنشال دايجنوستس اوف ميكسد ليجن. اولا كيف يجيكم ميكسد ليجن؟ معناها عنده الزوز هتجي تدير انكل ريفلكس. انكل ريفلكس بالطريقه هذه اللي قدرناه بكري تلقاه ابسنت. دير رينفورسمنت تلقاه ابسنت. دير بلانتر ريفلكس تلقاه بابنسكي تمام. معناها عنده ساين انكل ريفلكس ابسنت هذه ساين اوف لور موتور نيورولوجي وبابنسكي بوزيتيف ساين اوف ابر موتور نيورولوجي. معناتها انت عندك ميكسد ليجن. ديفرنشال دايجنوستس اوف ميكسد ليجن واحد فريدريخ اتاكس مهم مين فيتامين بي 12 ديفيشنسي يسموها سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اسوشيتد برينش وذ انيميا وصاير اوف انيميا سيمتومز اند صاير اوف انيميا ويكون عندنا باراستيزي فيتامين بي 12 ديفيشنسي لان مهم الفيتامين بي 12 في الماينين شيت مهم. ميكسد ليجن فريدريخ اتاكس سب اكيوت كومبايند ديجنريشن اللي هي فيتامين بي 12 ديفيشنسي نفسها. امايوتروفيك لاترال سكليروزس از ا بارت اوف بروجريسيف ديجنريشن موتور نيورون ديزيز. موتور نيورون ديزيز عندنا نوع منهم اسمه امايوتروفيك لاترال سكليروزس. اربعه ترانسفيرس مايلايتس. خمسه انفكشن زي التابس دورسالس اند دايابيتس امايوتروفي. هذو كلهم شنو يديروا؟ عفوا كلهم هذو شنو يديروا؟ هذو ميكسد ليجن تمام. المهم الميكسد ليجن يدير ابر اند لور ات ذا سيم تايم. ابر موتور نيورون ليجن لور موتور نيورون ليجن. احنا تو اخذنا دكاتره موتور سيستم اكزامينيشن فور ذا لور ليم از فيري امبورتنت. تو بعد شويه هنبدا موتور سيستم اكزامينيشن فور ذا ابر ليم تمام. شكرا.